لما الأطفال كانوا بيلعبوا في حوش مدرسة المستقبل والشمس بتحضنهم بأشعتها الدافية، كانوا مبسوطين، أيوة، كانوا فرحانين، أيوة، كانوا اخلص اخلص نقصد يعني كل كان سعيد، لكن محدش كان شايف الخطر، محدش كان شايف أهل الشر، لأن أهل الشر إحنا ما نعرفش نشوفه. إحنا أهل الشر لا يروا بالعين المجردة. أنت عارف طبعاً إن المدرسة مستهدفة من أهل الشر. لا والله لسه عارف منك دلوقتي حالاً أهو. وهنا بس بدأت رحلة إنقاذ مدرسة الفتاح العليم على إيد حماة الوطن عشان يشعر كل طفل بالأمان. إيه عطيات؟ اتأخرت ليه؟ هو انا مش طالبك من ربع ساعه؟ معلش بقى يا استاذ عيد، على بال ما خلصت من السكرتاري اوريدي ودخلوني. انت زودتيها قوي يا عطيات. ايه بتتنقوزي عليا؟ هو انت فاكره ان انا يعني عشان قطع لساني يا استاذ عيد؟ لو افكر اتنقوز عليك، انا فعلا رحت مكتبك وفضلت مستنيه في السكرتاري لحد ما دخلت لقيت العميد صفوت هو اللي قاعد. يوه، كنت نسيت خالص انه لا مؤاخذه طردك من مكتبك وقعد هو بدالك. ده مجرد اجراء. ايوه طبعا، وقت عشان خاطر مصر، ما انا عارفه. ما تاخذنيش يا استاذ عيد، اصل عقلي الباطن لسه مش مستوعب رميتك تحت السلم دي. عجباني، مالكيش دعوه انت. ايه قولك بقى؟ انا خطرت على بالي فكره، بس مش عارفه بقى هتعجبك ولا لا. قولي. طب ايه رايك ما نعمل لك انت كمان سكرتيريا هنا؟ هو انا يا عطيات لما كان عندي مكتب محترم بحق وحقيقي كنت عامل سكرتيريا؟ لا. طب هعملها ليه دلوقتي وازاي وانا مرمي تحت بير السلم على كلامك؟ ما تنفذنيش يا عطيات. ليه؟ لانه هيبقى هيبة كده. شفت سكرتيرية العميد صفوت؟ بيقعدوا لطعينك بالنص ساعة علشان تقدر بس تدخل. بس ده غلط برضو يا عطيات، ما هو لازم المدير يبقى في قلب الحدث. يمكن عشان كده هو مقعدك هنا. بس الصراحة السكرتارية بتدي هيبة كده، وبصراحة كمان الناس بقت بتتلخبط. مش مفروض انت المدير؟ طبعا انا المدير، وانا الكل في الكل. ده انا صاحب المدرسة يا عطيات. طيب يا استاذ عيد، انت هتعيط. انت ليه عاوزة تعملي لي طاقة سلبية؟ انا مش بعيط، مش بعيط ومش زعلان ومش مهتم اصلا، ومش بفكر في الكلام الفارغ ده. سكرتارية ايه وكلام فاضي؟ ايه يا عطيات، احنا بتوع الشغل يا عطيات، شغل. ربنا يكملك بعقلك، عندك حق، دي تفاهات. طب صب مثلا، يعني افرادي مثلا، فرضنا جدلا يا ستي ان انا اقتنعت برايك، هعمل السكرتارية دي بتاعتي فين وازاي؟ ما انت شايف الوضع اهو بعينك. ليه يا استاذ عيد؟ ما احنا ممكن كمان نعمل تقفيصه هنا حوالين المكتب. تقفيصه؟ ايوه، ونحط ملايه كده عشان تداري بينك وبين الناس. بلاش كلام فارغ، انا اصلا مش بتاع فشخره كدابه. على قولك، على اخر الزمن هنعمل زي الاستاذ راضي. ماله الاستاذ راضي؟ ابدا، العميد صفوت فضلوا الاستراحه بتاعت الضيوف وعمل له فيها مكتب. ايه؟ والاستاذ راضي علشان مش حكيم زي حضرتك كده جاب سكرتيره. ايه؟ سكرتيره؟ بقى راضي ابو شخه يقعد في اوضه لوحده ويجيب سكرتيره وانا مرمي تحت السلم، وحضرتك عايز تعمل لي تقفيصه؟ ما علشان انت يا استاذ عيد ما بتهتمش بالكلام الفارغ ده ولا الفشخره الكدابه. وبعدين مين اداله الاذن يعمل كده ويوظف سكرتيره؟ هو مش كل ده من فلوس المدرسة؟ أكيد العميد صفوت، الراجل بصراحة مقطع نفسه معانا. لا 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 لا، أنا مستحيل أوافق على حاجة زي دي. إيه ده؟ هو العميد صفوت طلب موافقتك؟ طب كويس. ما طلبش زفت. أنا لازم أقابل العميد صفوت فورا، أنا ابتديت أحس إن في حاجة غريبة بتحصل. ابتديت ده بس يمكن علشان أنت شكاك يا أستاذ عيد. مدرسة العليم. لو سمحت بعد إذن حضرتك عاوز أقابل عميد صفوة أمر هام.
الأستاذ عيد سعيد طالب مهابط حضرتك يا فندم. خلي متلقى عندك لحد ما أقول لك يا فندم. أنا بقول لك لا يصلح، ده كان هيودينا في 60 داهية، ده لولا إني تداركت الموقف كان بقى موقفنا في منتهى الحرج. حليت الموقف ده إزاي يا صفو؟ إيه السؤال ده يا فندم؟ يعني إيه حليت الموقف إزاي؟ أنا كنت بدير مؤسسة عملاقة، أقصد كتيبة عملاقة. إخلص، خرجت الموقف ده إزاي؟ ما تفكرنيش يا فندم، ده كان موقف زبالة. هو ايه يا فندم اللي جاب الراجل بتاعكم مع بقية المجرمين؟ ايه؟ جه غلط مع عربية العفش؟ ليه كده يا أشرف؟ ليه؟ ليه كده تكشف السر؟ ليه تكشف العميل بتاعنا يا أشرف؟ العميل بتاعكم؟ أمال أنتم فاكرين ايه؟ ارجع بالذاكرة يا أستاذ عيد لما رميتك في الشمس كده من كام أسبوع. فاكر طبعا، ده أنا قفايا ورم من الشمس. وقلت لك ساعتها ان التقارير بتقول ان وجودك احبط محاولات عديدة للتسلل داخل المدرسة. تتبعنا بقى مصدر هذه المحاولات وقدرنا نوصل لاحد التشكيلات الاجرامية الارهابية اللي كان غرضها زعزعة الامان في المدرسة، وقمنا بزرع احد عناصرنا داخل المجموعة باسم حسن ابو جزمة اللي هو السول محروس. طب ليه يا فندم ما قبضتوش عليهم قبل ما يدخلوا يكسروا المدرسة؟ عشان كان هيبقى الاتهام ضعيف لأن مفيش تلبس، وأي محامي شاطر ممكن يشكك في القضية ونلاقي نفسنا في مواجهة محتملة مع القضاء المصري. يعني إحنا الخسرانين لأن حكم القضاء فوق كل حد في البلد دي، إحنا في بلد قانون. الصراحة يا فندم الحتة بتاعت احنا الخسرانين وبلد قانون كانت اعصابي هتخني واضحك، لكن مسكت نفسي عشان خاطر مصر. عشان كده بقى انا طالب من سيادتك انك يا فندم ده كان هيبوظ كل حاجة. طب ما احنا كلنا يا فندم. مرفوض يا صفوة، نعامل معاه بحذر لكن ما ينفعش نستغنى عنه. سلام. معقول الكلام ده؟ معقول يا اشرف الاستاذ عيد سعيد يفضل منتظر بره كده؟ ايه مفيش تمييز؟ ما هو حضرتك اتفضل يا استاذ عيد اتفضل. مكتبك يا راجل. ما انا عارف انه هو مكتبي، والله العظيم مكتبي. مدرسة الفتاح العليم. الناس خلاص بتضحك راس، جابت جاز حضرتك. جاتكم دهية؟ جاتكم نيلة؟ حبت حرامية؟ من يوم الثورة الحرة الكبرى بيقولوا ما احناش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم دول مرعوبين. من يوم الثورة الحرة الكبرى ايوه احنا مش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم يمكن مرعوبين. لا ينفع كوبري ولا قطر بيجري، طلعنا في ثورة. بس معنى كده ان يلغي شخصية المدير بتاعنا؟ اهو ده اللي انا عمري ما هقبله ابدا، لان مكانه المدير من مكانتنا كلنا. ماشي صح قوي كده. قلت لك اخرس. دول ضحكوا علينا وعقولنا حبه اوهام، من نور عينينا خلونا في اصعب ايام. دول ضحكوا علينا وعقولنا حبه اوهام، من نور عينينا خلونا اصعب ايام. ماشيين بالعكس وبنرجع امس، منروحش لبكرة. جه عمو الظابط باللانشون والجبنة الرومي، خدني للناظر بهدلني قطع لي هدومي. اتلم يا بودي يا حبيبي وانزل في الحوش، سيبك من الظابط ورحمته لنروح كلابوش. انا قدر ما شاء
انا عايزك واكل من جبن بلدك. شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا، وازاي كده عام جنينا وازاي جرقنا. شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا، وازاي كده عام جنينا ازاي جرقنا. ايه متبقي وايه ناقص لسه مع ريس وكسه؟ ولا بقى حضرتك بقى اللي عاوز تتخلى عني؟ اتخلى عنك؟ اتخلى عنك ازاي؟ انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ شكرا يا مصر، شكرا يا مصر. شلة حرامية سرقونا خلوها تكية، نطوا على السلطة وبقينا في اكبر ورطة. والعمر حديد وجديد ولا قلبي لين، دوق حتى الكفتة والبيتزا او اي عجين. عندنا وطنية فيها احسن خدمة بنزين 90. اتلم يا ادهم يا مغفل يا ابو مخ فريد، يا خاين بلدك لو حكمت راح ابلغ فيه. يا ستي السودا امي للاوضه مع احمد موزه. يا حاج يا حاج، ده انا لسه جايب لك الشاي، وهي اللي كانت منفضه لك على فكره. هو انا هبيع بلدي على كوبايه شاي؟ طز فيك انت والشاي بتاعك. وتحيا مصر، تحيا مصر. يا اخويا العالم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، بنحبك يا مصر.